وسط التحديات الأمنية التي تواجه أمن منطقة الخليج العربي في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة، تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الكويت لتتبلور رؤى وطنية للتصدي لتلك التحديات، وذلك انطلاقا مما تمتلكه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قدرات اقتصادية وعسكرية وبشرية. جملة من الملفات الشائكة طغت على زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تأتي في مقدمتها الحرب في سوريا واليمن ومواجهة ما يسمى بتنظيم داعش وتداعيات قانون جاستا والأوضاع الاقتصادية المتأزمة وانخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على اقتصادات دول المجلس والأوضاع المتدهورة في العراق. طبعا الظروف الإقليمية أيضا تفرض على دول الخليج أن تتعاون بشكل أكثر، بمعنى أن تكرس أو تسرع على الأقل في عملية الاتحاد، لأنها يعني ليس لديها خيارات أخرى مختلفة، بمعنى أن العالم حاليا يمر بتغيرات عالمية مختلفة، التحالفات الدولية غامضة بشكل كبير ولا نعرف ماذا يعني يحمل المستقبل من تحديات أمنية وربما أيضا اقتصادية، وأيضا طبعا بإضافة إلى ذلك تهديد الإرهاب يمثل أيضا تهديدا لأمن دول الخليج. إن التحديات الحالية في المنطقة تحتم على دول الخليج أن تبذل المزيد من الجهد نحو تطوير مستوى التعاون والتنسيق المشترك على المستوى الثنائي والجماعي سياسيا وعسكريا واقتصاديا. وجاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة الكويت لتكتب فصلا جديدا في مستقبل العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين. العلاقات التاريخية السعودية الكويتية علاقات قوية متينة، ينظرون إلى أن أمن المملكة هو من أمن الكويت، والكويت تنظر إلى أن أمن الكويت من أمن المملكة، وننظر جميعا إلى أن أمن الكويت وأمن المملكة العربية السعودية له انعكاسات كبرى على أمن منطقة الخليج والجزيرة العربية ككل. وأيضا إذا دائما التنسيق الكامل بين الكويت وبين المملكة له انعكاساته على الأوضاع في المنطقة العربية بشكل عام. إن الزيارة الأخوية لخادم الحرمين الشريفين والاستقبال الحافل وفرحة الشعب الكويتي لهذه الزيارة أثبتت عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والكويت.